تضررت عدة مدارس بمنطقة عفرين ومنها مدرسة سنارة بفعل زلزال 6/2/2023، وكان الضرر في مدرسة سنارة تشقق في السقف وتهدم ببعض الجدران وتشققها، فأصبحت المدرسة غير آمنة. طبعا وقفت العملية التعليمية في المدرسة بشكل كامل، حيث كانت تحوي أكثر من 170 طالب وطالبة. البعض من الطلاب التحق بمدارس بعيدة عن منازلهم، والبعض الآخر تسرب طبعا بسبب بعد المدرسة عن منازلهم. الآن أطلق الدفاع المدني السوري أعمال الترميم في عدة مدارس بالمنطقة ومنها مدرستنا. نأمل أن ينتهي هذا العمل مع بداية العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية وتأمين وتوفير بيئة مريحة للدراسة. قام الدفاع المدني بإطلاق مشروع لإعادة تأهيل وترميم 22 مدرسة في شمال غربي سوريا. تشمل أعمال الترميم في المدارس أعمال الترميم الخارجي التي تشمل ترميم بلاط ساحة المدارس والسور، بالإضافة إلى الأعمال الداخلية الموجودة في المدرسة من عزل وبلاط وتغيير أبواب ونوافذ وبعض الأعمال الصحية. شملت العملية مناطق شمال غربي سوريا بشكل كامل، حيث شملت 13 مدرسة في منطقة حلب وتسع مدارس في منطقة إدلب، حيث يهدف المشروع إلى دعم العملية التعليمية وإعادة أبنائنا الطلبة إلى العملية التعليمية في بيئة صحية وآمنة، ويهدف المشروع إلى ضمان لمستقبل سوريا والسوريين في المنطقة.